أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع السياحية الريادية والنوعية والذي يأتي منتزه الغوص الذي أعلن عنه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ورئيس المجلس الأعلى للبيئة كأحد ثمارها هو تكريس لرؤية البحرين الاقتصادية التي تؤكد على الدور الفاعل والمحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيس ومحوري للاقتصاد. وأكد الوزير الزياني أن إطلاق هذا المشروع الفريد من نوعه لهواة الغوص وللمهتمين بالسياحة البيئية بشراكة بين المجلس الأعلى للبيئة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وديار محرق وعدد من مؤسسات القطاع الخاص سوف يشكل إضافة هامة لمملكة البحرين ولمساعي تعزيز موقعها كوجهة سياحية متميزة في المنطقة، وذلك بما يتضمنه من إنشاء أكبر منتزه غوص في العالم بمساحة تمتد عبر 100,000 متر مربع، ويشتمل على طائرة من طراز بوينغ 747 هي الأكبر على الإطلاق التي يتم غمرها تحت الماء بالمقارنة مع المشاريع الأخرى المماثلة المقامة في دول العالم. ومن المؤمل أن يضم المنتزه بالإضافة إلى الطائرة مجسما لبيت النوخذة وكرات الشعاب الاصطناعية وغيرها من المجسمات البحرية المصنوعة من مواد تسهم في توفير بيئة آمنة لنمو الشعاب المرجانية والحياة الفطرية البحرية، وسيشكل تجربة ممتعة للسياح ولهواة رياضة الغوص خاصة مع المساحة الكبيرة التي يغطيها هذا المشروع، وسيسهم كذلك في توفير مادة ثرية للمهتمين والباحثين في مجال البيئة البحرية وتنامي الوعي البيئي بمكونات الحياة البحرية وأهمية الحفاظ عليها، موضحا بأنه قد بدأ العمل عليه حاليا ومن المتوقع الانتهاء من العمل قبل بداية موسم الصيف.